أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقال غلا المحجلين الميامين. ثم أما بعد، قال لي هنا يا مستر ياسر ايه بي سي تراينجل، كلمني عنه. قال لي البي سي ب 20، قلت له ماشي. قال لي انجل بي ب 29، قلت له ماشي. انجل سي ب 73، طبعا يعني الرسمه مش في سكيل بس ما علينا. قال لي دي ميد بوينت، الدي ميد بوينت في المكان ده يبقى ده كده ايكوال ده كده، ده 10 وده 10 حبيبي. قال لي يا مستر ايه كمان؟ قال لي لا خلاص كده، يعني دي الجيفنز بتاعتك. قال لي اوكي تماما، انا كده تمام قوي. قال انا محتاج منك يا مستر الاي بي، عايز السايد ده، وعايز منك الاي دي، عايز السايد ده. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، عندي كام تراينجل قدام عينيا؟ كل شايف ثلاثة، حد شايف اثنين؟ لو حد شاف اثنين بس مش عارف حل المسألة، لان شاف اثنين، شاف اللي على اليمين وشاف اللي على الشمال. فلو مسكنا اللي على اليمين ده هيبقى عندك هنا محترم في سايد ب 10 وفي انجل ب 73، يعني عندك اثنين بس، مفيش سايد ثاني، مفيش ايه ده؟ قال لي مفيش يا مسيب. قال اليمين ده بايظ مش نافع. قال طب خش في الشمال، هخش في الشمال الاقي 29 والاقي سايد ثاني يا مستر 10، عندي انجل وسايد وانجل واحده وسايد واحد، يعني عندي اثنين بس ايه ده؟ اي لا، ما انا لا هشتغل يمين ولا هشتغل شمال. في حد طعم قال لي يا مستر ساين لو انا شغال، في حد نطقها حقا انك لمتمكن. قال يا مستر ياسر احنا لو شلنا ده كده وكنسلنا موضوع الميد بوينت دلوقتي هنلاقي ان انت في التراينج، وشيل سيبك من دي كمان مش وقتها، دي هتلاقي ان انت عندك في التراينج الكبير في تو انجلز. ها طب ممكن واحد قاعد، ودي انا شفتها دلوقتي لمحتها في العيون، ما تفتكرش عشان الدنيا ضلمه انا مش شايف العيون، في ناس عينيها قالت لي ايه؟ طب ايه رايك نعمل 180 ويعمل ماينس الاثنين دول واللي يطلع ديفايدد باي 2؟ لمستها في العيون انا بقى، عشان تعرف ان انا ممكن من عينيكي اعرف اخبارك واقدر اتعرف على كل افكارك. مش عارف العيون بيبان فيها الاسئله. اقول لك ده لا يجوز يا جماعه، لا يجوز ان انا اعمل ديفايدد باي 2 لان الانجل دي مش قد ديت. ايه ده؟ ليه دي مش قد ديها يا مستر ياسر؟ طب عرفنا امتى ده بيتقسم نصين يا حلوين لما يروح للميد بوينت؟ يتقسم نصين لما يروح للميد بوينت لو انا عندي يا مستر اسوسيلس تراينجل السايد قد السايد، ساعتها اللي بينزل من فوق للميد بوينت هنا تحت بيكون بيربنديكولار وبيقسم فين؟ وده على فكره كومن ميستيك بتحصل كتير 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 مع الطلبه، ان هو يا مستر يقول لي احنا نعمل ديت 180 ماينس ديفايدد باي 2. لا لا، هو مكسل يبص على التراينجل الكبير، مكسل يبص بعيد شويه، لازم تبص في الرسمه من جوه قوي، تركز معاها قوي، ما تبصش للتراينجلز اللي قدام عينيك، اهو اداك اثنين، الاثنين مش نافعين. نمسح بقى الكلام ده ونركز مع بعض بقى يا مستر ياسر في التراينجل الكبير. خلينا في الكبير، ايه التراينجل مين بقى؟ ها اي بي سي. احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين الاي بي. قال يبقى لازم تعرف اللي قصادها، قال لي موجوده. طب اللي انت تعرفه اهو، ده موجود؟ لا، يبقى تعالى نشتغل بقى ونجيب الحاجات ديت. يلا ها، حاول يا مستر ياس. نعم يا نعم، حاول ميجر انجل اي 180 ماينس 29 بلس 76 تطلع معايا 78، كلها 78 مش مقسومه نصين. قال يا مستر ياسر يبقى اللي انا عايزه اوفر ساين الاوبوزيت ايكوال اللي انا عارفه اوفر ساين الاوبوزيت، هعمل كروس مالتيبليكيشن. حد يقول الاي بي بتاعت بكام عندكم عشان نخلص؟ 19.55 بعد البوينت ما نقولش 55. طب جبنا الاي بي، قال لي خلاص بقى شيل دي عشان عامله زحمه وخلينا نتكلم عن 19.55. هوصل كده ميد بوينت. قال لي يا مستر ياسر هنا جبنا ديت ميد بوينت، يبقى عندي 10 وعندي كام؟ هو كان طالب مني الاي دي، هل اقدر اجيب الاي دي دلوقتي؟ قال لي تعال نشوف الترينج اللي على الشمال ده، ده بقى فيه كلام جامد قوي. ايه يا مستر ياسر؟ قال انت عندك السايد ده ب 10 والسايد ده بكام؟ 19.55 والانجل دي بكام؟ 29. طب عندي سايد وسايد وانجل انكلودنج، اقدر اشتغل بمين؟ ها بكوزاين لو. حاضر، ان الترينجل، ان الترينجل اي بي دي الاي دي سكوير ها ايكوال في الاخر خالص احط كوزاين 29، باخد كوزين الاوبوزيت. العب بالوينجين، يبقى 10 سكوير بلس
19.55 كل سكوير ماينس 2 باي 10 باي 19.55 ده كله بالكالكوليتر هتحسب الكلام ده كله وتعمل سكوير روت وبكده يبقى انت جبت الـ 80. تعال نتدلع مع بعض ونشوف مع بعض يا مستر كمان مسألة. بس انا هتكلم معاكم بمنتهى الصراحة. السؤال ده او الطلب ده خلينا كان بدقة اكتر. الطلب ده بيجي باربع مستويات من الصعوبة. عندي 4 كاتيجوريز. الكاتيجوري ده هو او الشكل ده هو الكاتيجوري التالت. لكن يا مستر ياسر في 2 اسهل منه مباشرين عنه وفي واحد اصعب منه. انا هقول لك الاربعة بالترتيب. اتفقنا؟ السؤال ده هل فيه اربع مسائل مع بعض. الطلب ده find major angle اتفقت مع حضراتكم لما يطلب مني حاجة زي كده يبقى لازم ابدأ بكوزين الحاجة ديت. major angle بي ابدأ بكوزين بي. فهقول يا مستر يجي ازاي السؤال. اول كاتيجوري عندي ممكن يجي لي يقول لي ايه الترينجل A B C if ال A equals 8 سنتيمتر وال B equals 7 سنتيمتر وال C equals 6 سنتيمتر find ميجر انجل بي. وده اسهل شكل ممكن يجي لي في الميجر انجل ان يجي لي السايد جاهزه لان كل المطلوب من حضرتك او اللي انا بختبرك فيه هو حفظك للقانون واستخدامك للكالكوليتر. انت كل اللي بتعمله وده اول كاتيجوري تقول لي يا مستر كوزاين بي هتبقى ايكوال هحط نيجاتيف بي سكوير واقول له اي سكوير بلس سي سكوير اوفر 2 اي سي وتعمل سبستيتيوشن يبقى 8 سكوير بلس 6 سكوير ماينس 7 سكوير اوفر 2 باي 8 باي 6 واحسب ده كله بالكالكوليتر واعمل شيفت كوزاين. لو جبت ولد في اعدادي حافظ القانون هيعرف يعملها صح. المستوى الثاني يقول لك ان التراينجل اي بي سي اف اي تو بي تو سي ايكوال 3 تو 4 تو 6 فايند ميجر انجل بي. نفس الطلب بس المره دي ما ادانيش السايد لينكز بس احنا اتفقنا يا مستر ياسر مع بعض معلش يعني قال لي يا مستر اتفقنا ان الشكل ده السكند فورم ده بنشتغل بيه يا مستر عشان اجيب الميجر لاي انجل لما اعرف مين مش الريشيو يبقى لازم اتعامل مع لينكز. قلت له طب مستر هو ايه المشكله اللي عندك؟ قال لي مش عندي لينكز انا عندي ريشيو بتوين السايد اهو عندي ريشيو. قلت له خدنا في ثالثه اعدادي لما يكون عندي الحل بقى لما يكون عندي A to B to C equal 3 to 4 to 6 it doesn't mean ان ال A equal 3 بل equal 3M صح؟ طب وال B equal كام؟ 4M. طب وال C equal كام؟ 6M. يبقى هي دي اللينفز اللي اتعمل لها simplify بقت 3 و 4 وكام؟ وطالما انت عايز ميجر انجل بي فانا هبدا الحل بتاعي بكوزاين بي واقول له يبقى اي سكوير بلس سي سكوير واختم بالبي سكوير اوفر 2 اي سي واعمل سبستيتيوشن باي يوزنج الام انستيد اوف اي هحط 3 ام بس لما احط 3 ام اقول له اول سكوير لازم احط براكت عشان لو ما حطيتش براكت هيبقى السكوير على الام بس اقول له بلس السي عندي عباره عن 6 ام اول ايه ماينس ها over 2 الـ A عندك بـ 3M ها والـ C عندك بكام 6M. هنبدأ نشتغل ونعمل simplify. هقول له هعمل كده هعمل distribution للباور على الاثنين دول هيبقى عبارة عن 9M squared plus 6 by 6M squared minus 4 by 4 يعني M squared 6 by 6 بكام 36. طبعا الطالب الطنبور هيقوم يكنسل دي مع دي ده تبوسه وتحطه جنب الحيطة ما ينفعش اكنسل عشان عندي بلس وايه وماينس عشان ما اموتش منكم. اما الحل ايه يا مستر ياسر؟ الحل تعمل سمبليفاي تقول لي 36 ماينس 16 20 بلس 9 تبقى 29 ام سكوير اوفر 36 ام سكوير ده راح مع ده يبقى 29 اوفر 36 شيفت كوزاين اطلع ميجر انجل. عايز اقول هنا كومنت صغير ممكن لو كان حد اشتغل بال A وال B وال C 3 4 6 من غير ما يحط الام كان هيطلع مع نفس الانسر. بس لو مسألتي تشوز تعدي ان تشوز مش عايز فيها ستيبس لكن لو مسألة فيها ستيبس هنقصك ان انت كده اتعاملت كأنهم لينسز وهما مش لينسز دول ريشيو. فلازم عشان اتعامل مع او احول الريشيو من التعامل مع ريشيو للتعامل مع فاليوز احط ام. يبقى اول كاتيجوري بالصعوبة اول كاتيجوري خالص ان هو يديك السايز جاهزة زي كده
كم سنتي وكم سنتي وكم سنتي. خلاص خلاص هي بالسنتي عوض على طول، يعمل شيفت كوزين. الحتة الأعلى يجيب لك تكة تكة صغيرة قد كده من أيام إعدادي، إن يجيب لك ريشيو. أقول لا أنا مش عايز ريشيو، أنا عايز لينفز. أقول له خلاص يبقى أمسك الريشيو ديت يا محترمين وحط جنب كل واحدة إم وابدأ تعامل معاها. طب إيه التكة التالتة أو المستوى التالت اللي هو بيعرضني ليه؟ قايل لي يا مستر ياسر ABC triangle ومديني المنظر ده. ايه ده يا مستر ياسر؟ هنا بقى جاب لي طبعا طلب مني ميجر اوف انجل، فانا لازم هشتغل بالكوزاين لو. قال لي بس ما عنديش سايد. قلت له مش مشكله. قال طب مش لازم سايد، دي ريشيو ودي ريشيو، انا هحط ام. انا موافق احط ام بس هات ريشيو. قال لي مش هديك ريشيو بشكل مباشر، انا هديك ريشيو من خلال الساين لو. مش احنا خدنا في الساين لو لينس اوف سايدز بروبورشنال مع مين؟ مع ساين ها الانجل، صح ولا لا؟ غلط. مع ساين اوبوزيت انجل، عشان كده بقول لك اي اوفر ساين اي وبي اوفر ساين بي. ولو تفتكروا معايا يا مؤدبين يا محترمين يا مهذبين، هنا شايفين اي تو بي تو سي سيم سيم، يعني ايه؟ ها ساين اي ساين بي ساين سي. فمش لازم يديك الرش بشكل مباشر اي بي سي، لا يديها لك من خلال ساين اي وساين بي وساين سي. يا يديك الساين اي ساين بي ساين سي جنب بعض، او يديها بالمنظر ده. فلو تحت ساين 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 يبقى فوق سايد سايد سايد، وممكن يشقلبها يخلي الساين فوق والاي بي والسي منين؟ من تحت. يعني ممكن تكتبها بالمنظر ده بدل ما هي ايه على ساين ايه، عادي اخليها يا مستر ياسر ساين اي اوفر ايه، واخليها ساين بي اوفر بي. ينفع يا مستر نشقلب؟ اقول لك اه ينفع نشقلب. مستر ازاي؟ هقول لك مش 2 اوفر 3 هي هي 4 اوفر 6؟ اي طب لو شقلبنا وخليناها 3 اوفر 2 هي هي 6 اوفر 4. يعني من حقي اشقلب ولا مش من حقي اشقلب؟ قال لي من حقك تشقلب. يبقى ممكن يديك الاي سمول بي سمول سي سمول از ريشيو، بس مش بشكل اي سمول بي سمول سي سمول، بشكل ساين اي ساين بي ساين سي. يبقى خلاك تدخل فكره الكوزاين لو مع الساين لو مع الريشيو بتاع الرادي. بص السؤال، فيرد ساين اي، فيرد ساين اي اي حاجه باي فيرد اجني الحاجه ديفايد 3. هاف التن، هاف التن كام؟ اكني عملت تن ديفايد 2، صح ولا لا؟ هاف الحاجه يعني الحاجه اوفر 2، ثيرد الحاجه يعني الحاجه اوفر 3، كوارتر الحاجه هي الحاجه اوفر 4. فهو يبقى معنى كده ثيرد ساين اي هي اكنها يا محترمين ساين اي اوفر 3 ايكوال ها ساين بي اوفر 4 ساين سي اوفر 6. طبعا حطيت ساين اي اوفر ساين بي اوفر ساين سي اوفر، يبقى الدينومينيتورز ريبريزنت ايه؟ ها اي سمول بي سمول ها سي سمول. فاقدر اقول له يبقى انا معنى كده يا مستر ان اي تو بي تو سي ها 3 تو 4 تو 6. اقول له من هنا اقدر اقول لك ان الاي مش 3 لا، ولا البي 4 لا، ولا السي 6 لا، من دول حبدا اخد كوزاين لو واشتغل بيها زي المساله اللي فاتت. بس هنا زود حته عن هنا، زي فاتت جابها من اول، هنا جابها جاهزه من الريشيو. هنا زود بقى كونسبت الفهم بتاع الساين لو. فاهم ساين لو ولا لا؟ فاهم ان العلاقه او الريشيو ما بين السايدز سيم سيم زي الريشيو بتوين ساين اند اوبوزيت انجل. قال لي اخر حاجه بقى نخش على الزغلول الكبير. طب بصوا الشاطر اللي قاعد قدامي شايف ان ساين اي دي كانها ايه سمول، وساين دي كانها ايه في سمول، وساين سي كانها ايه. بس انا يا مستر ياسر عايز اعرف الريشيو بينهم كام. تفتكر اي تو بي تو سي او ساين اي تو ساين بي تو ساين سي؟ قال لي بقول لك ايه، مش انت عايز عشان تحل تبقى الساين من فوق والنمبر من تحت؟ لو اداك فراكشن كده ثيرد ساين اي زي كده هقول له خلاص اكنها ساين اوفر 3، ولو الثانيه دي اكنها ساين بي اوفر 4. فهي هنا واضحة وجاهزة ومباشرة ان الساين فوق والنمبر تحت. هنا بقى انا عندي انتجر لازق فيها. قال طب الحل ايه؟ قال لي عايزين نمشيه. فانا هحط 4 ساين ايه وعايز امشيها هعمل ديفايدر. قال لي بس استنى، ده هنا في ايكوال وفي ايكوال، دي ايكويشن فيها رايت هاند سايد وليفت هاند سايد وميدل. قال لي انت لما كنت بتعمل في الايكويشن ديفايدد في الشمال لازم تعمل ديفايدد فين؟ في اليمين. كله زي بعض، كله سواسية كأسنان المشط.
قال لي خلاص يبقى هاجي على التاني ده كمان كده واعمل له ديفايدد 4 واجي على التالت هو كمان كده واعمل له ديفايدد 4 كده انا ضمنت ان هي مشيت الفول ديت صح؟ قال لي طب هنا في 6 قال لي اه قال لي بعمل باي 6 هنا وهنا احط 6 قال لي لو سبتها من غير باي تبقى 46 فاحط باي 6 هنا عشان كده ابقى وازن الدنيا قال لي ما تقولش بقى من غير ما تتكلم خلاص انا عارف بقى انا خلاص عرفت انت عايز تقول ايه هعمل باي كام كده انا قدرت اخلص من الفور ديت راحت مع الفور ديت فبقى عندك يا محترم ساين ايه اوفر 18 طب وهنا ال6 راحت مع ال6 فبقى عندي ساين بي اوفر 12 وهنا ال3 راحت مع ال3 فبقى ساين سي اوفر 24 يبقى دلوقتي اللي تحت دوت يا مستر هو A سمول وهو B سمول وهو C سمول فاقدر اقول لك يا مستر ياسر ان A to B to C 18 to 12 to 24 اعمل divide 6 عايز اسمبليفاي يبقى عندي A to B to C equal 3 to 2 to 4 واسمي بقى يا مستر ال A عبارة عن 3M وال B عبارة عن 2M والسي عبارة عن 4M ويديني بقى كوزاين بي واشتغل الشغل العادي يبقى اول كاتيجوري نمي بقى الموضوع اول كاتيجوري يا مستر ياسين كان بيديك السايد جاهزة بالسنتيمتر التاني كان بيديك من اول الريشيو ومتزبطة يا دوبك بس بتعمل حتة الام بس هي كاتيجوري نمبر 2 اللي هو ده بيديك يا مستر الريشيو جاهزة كاتيجوري 3 ما بيديش الريشيو جاهزة كده بيديك الريشيو ديت بس من خلال خطوة واحدة اللي هي بتاعت مين؟ ساين 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 وكان بيديك دول تحتيهم فخلاص يبقى ده الاي وده البي وده السي اللي بعدها بقى يديك يا مستر ياسر انتجرز كوفيشن قال لازم امشيهم هعمل ديفايد التلاتة هيجولي من تحت هاخدهم اعملهم سمبليفاي احولهم لام وابدا بقى احط كوزاين بي واشتغل بقى وعوض واشتغل بالكلام وسعدنا بلقائكم ونرجو انكم قد اسعدناكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.